بكره خرجنا ركبنا كاينه سيركيلاسيون بزاف باسكو اليوم كما تعرفوا القرايه اصلا هنا مع سطحت الجو غاشي بزاف غير تاع القرايه وتاع الخدمه. بكره نركبنا تقريبا واحد نص ساعه دوك باش تقريبا نص ساعه دوك ونوصلوا للدار تاعها. السلام عليكم، واش راكم لاباس؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله جيت نزور صديقتي اللي هي الجزائريه اللي كنت نروح لها من قبل. دوك نخرجوا دوك اللي كنت نزورها من قبل كما قلت لكم المره اللي فاتت رحلت ما جيتش ليها. المهم هذا وين باه جاتني الفرصه كي خلصت صبيغه قلت اليوم ان شاء الله نجي نزورها. ما هربت هربت اليوم على محمود، ان شاء الله جيت نبات عندها نحي ذيك الروح باسكو العمليه تاعي السمانه هذه ان شاء الله. قلت نجي نحي شويه ذيك الروح نحي الخيقه ذيك تاع اللي مخرجت وتاع الدار وهذاك. وان شاء الله نشارك معكم كل شيء. قاعده جزائريه الله الله باسكو عندي وقت 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 ما خرجتش من داري انا مكان من غير دارنا اللي كنت نروح ليهم، وهذا وين جاتني الفرصه. حاولت محمود خلاني نجي لها. المهم دوكا هذا وين وصلنا، دوكا نروحو نتغداو ان شاء الله ومن بعد نكملو ان شاء الله. هنا كيما راكم تشوفوا دارت لنا اللغده، دارت لنا الرز المصري، دارت لنا الجلبانه، شربة فريك بالدجاج، دارتنا المخلل سلطة، ودارتنا ثاني ليكويس في الفرن. اما ملحقتش نصور دارتنا ثاني خبز الدار، ملحقتش نصور زيت الكاميرا كذا صورت خفافي برك وليت حطيتها. البنات وصلنا كيما شتو تغدينا، قعدنا تغدينا، دارتنا شربة فريك تاع العنابة، ودارت جلبانة مخلطة مع لوبيا خضراء، ودارت الدجاج، ودارت الحم، ودايرت انا خبز الدار ثاني الجزائري. ها جوري هنا انا قاعده في البالكون، شوف عندها الجو هنا يهبل باش يتبان لكم مليح والله باسكو ضربه الشمس. ماما قاعده في البالكون. ماما ها كلب، شفت كلب؟ قلت لك ايه ده عمر، ها هو في طفي. قلت نقعد شويه، محمود مازال هنا مازال مروح تغدى، ودارت له شرب قهوه، دارت لنا رفيس ثاني رفيس زين. سمعتها كيما ماما كيما جاوبتهاش قالت لي زينب، كيما جاوبتهاش ها كلب كلب كلب. شوفي الاخر ثاني ويعيط عليها. المهم دوك شويه هكا برك ويولي يروح محمود باش اليوم عندهم واحد المول هنايا، بالك اليوم ان شاء الله نروحوا ليه في الليل. ما تنحيش ما تنحيش ايه، بالك اليوم ان شاء الله نروحوا ليه كساعه نشارك معاكم. دوك راح نشربوا الشاي.
باي. محمود راه مروح. هيا باي باي بسلامة. بنات كما راكم تشوفوا قعدنا شوية حتى بقات تقريبا هكذاك ستة ولا. المهم جينا لهذا المول اسمه ستار مول. فيها مفارش، فيها الأجهزة كما نقولوا الجهاز تاع العرايس، الجهاز تاع البيوت. بسم الله راحي سقسي وعلى من هذه بكتي شوفوا هذو هما اللي طواب اللي باغيتهم كيما هكذا. شنو قال داخل هذا هو مش تابع دوات. والطابلة هذه مليح. الحاجات اللي كان لاست متر 3 متر 400 جنيه. 3 متر الستارة الأولى كم فيها متر؟ فيها 3 متر بنبيع 3 متر 400 جنيه. دي إذا كان دي لكن الشيفون بقى هي دي يعني 200 جنيه برضه 3 متر. ازاي؟ وصبري منها برك. اي شوف. فيرزاتشي. جوري جوري. يا لهوي. دخلنا لهذا المحل تاع الحوج الكهربائية. شوفوا هذا مديرين فريجيدير ومعاها ماشينة لافي، هذا خلاط. وهذه شوفوا مكنسة كهربائية. هنا كوزينير، وهذا فرن دايرينهم عرض زعما العرس ب 16 مليون بدراهمنا. صبري الكعبة. شوف هذو كامل هنا اجهزة كهربائية. إيه. شوفوا هذو العروسة هنا عندهم مشهورة باللي تدي هذه، لازم تديه لازم.
لازم تدي هذا الطاق. هذا اللي راكم تشوفوا فيه هذا قصر. ها وهذوك اللي كامل اللي منا لي فيلا، وهذا قصر. داي اعملي باي. هذه كنيسة، بلك راكم تسمعوا في الصوت الداخل العرس. ها كيف قاعد يديروا في التسابيح؟ قش الجوري هاي يروح، هاي نبدل قشك. هربت اللي دور راح نقص شويه. هذا هو الفيديو تاع اليوم، نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم، نتمنى ان شاء الله نكون خفيف عليكم. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلامه.